المشكلة وتفادي العديد من المخاطر الصحية. مباشرة مع الدكتور أكرم سعد، أخصائي أطفال وحديثي الولادة. وسعدت صباحا دكتور. يسعد صباحك، صباح كل المشاهدين يا رب. أهلا وسهلا بك. بداية، ما المقصود بحساسية الصدر عند الأطفال كربما أعراض وكمرض أيضا في ذات الوقت؟ تمام. احنا بداية، أي حساسية في جسم الإنسان هي عبارة عن مستقبلات للحساسية موجودة في هذا الجزء. ضروري يكون عامل محسس مشان تصير الحساسية. نبسط الموضوع. هلا عادة الأطفال بكون عندهم حساسية بالجهاز التنفسي ككل، مثلا ممكن يكون الأنف أو الحنجرة أو حتى القصبات أو القصيبات أو كل القصيبات حتى الشعرية. هلا هذه الحساسية موجودة، يعني بحكم إنه في مستقبلات للحساسية. إذا الإنسان ما تعرض لعامل محسس بتمر الأمور ولا كأنه في شيء. إذا الطفل تعرض لعامل محسس، مثلا نحكي الدخان، أبخاخ الطعام، العطور، حتى أحيانا الغبار اللي في الجو أو تقلبات الطقس، يصاب بالحساسية. فهذه الحساسية كيف تتعارض عند الطفل؟ تتعارض على شكل إنه سعال، رشح، أحيانا حتى ضيق في التنفس بيؤدي إلى صوت صفير أو أزيد في الصدر، اللي هو كيف نسمع صدر الطفل كأنه بلاها. هلا بتطلع صوت لتنفس الطفل. هلا هذه الحساسيه خصوصا خلال الاشهر الاولى بنسميها اللي هي حساسيه القصبات او اكتيف اير واي ديزيز، اللي هو يعني او رياكتيف اير واي ديزيز اللي هو تحسس في القصبات زائد فبيؤدي الى انسداد في الطرق التنفسيه. بس يكبر الطفل، اذا صار هذا التحسس دائم ادى الى انه القصبات يخمل حجمها، وبالتالي بتصير اللي هو بنسميه الربو، اللي هو متعارف عند الناس بالأزمة. نعم نعم. طب دكتور أكرم، يعني هل هنالك عوامل تساعد في تعرض هذا الطفل أو إصابته بالحساسية، حساسيات الصدر؟ تمام. العامل المهم اللي هو العامل الوراثي. يعني عادة إحنا بنشوف الأطفال اللي بيتعرضوا للحساسية بكون عندهم في الأسرة، مش شرط الأم أو الأب، ممكن يكون قرابة درجة ثانية أو درجة ثالثة. هلأ زي ما حكينا الحساسية موجودة عند الطفل، بس العوامل الرئيسية اللي هي بدها تخليها تصير مزمنة أو لا، أكثر عامل بنشوفه في حياتنا العملية مش الطقس ولا الغبار، هذول بده يتعرض لهم الطفل بشكل عادي وبتمر بسلام، اللي هو التدخين. فمشان هيك هاي نقطة فاصلة في حالات الطفل اللي بيعاني من حساسية. إذا كان الطفل بيتعرض لدخان غالبا أو بصير الاحتمال أكبر، بلاش غالبا، بصير الاحتمال أكبر إنه تصير دائمة اللي هي الربو، إنه طول عمره، يعني كيف اللي بسموها الناس بالعامي عايش على البخاخات المزمن، عايش على التبخيرات، هو هيك. الأطفال اللي بيكون عندهم حساسية بنعالجهم وبنتابعهم بطريقة صح وما بيتعرضوا لتدخين داخل المنزل كل المنزل. هلأ هدول عادة خلال سنة أو بالأحرى أقصى إشي 3 سنين معظمهم بتخف عندهم وما بتصير دائمة بأمر الله. طب هل من الممكن أمراض أخرى يعاني منها هذا الطفل قد تؤدي بصراحة إلى إصابته بحساسية الصدر، يعني قد تساهم في خلق هذا النوع من المشاكل الصحية؟ صحيح، اللي هي المكتسبة بنسميها. نعم. هلا معظمها هاي بتكون التهابات فيروسية. يعني احنا كيف الطفل، تعرف في فصل الشتاء الأطفال ممكن هو طبيعته يكون حساس للأمراض، بمعنى إنه مناعته ضعيفة شوي، مش مرض مناعي. هو في أطفال كثير في الشتوية كل ما لكم جرثومة بيمرض، كل ما احتك مع حدا مريض بيمرض. فبالتالي هدول الأطفال معرضين لالتهابات متكررة بالجهاز التنفسي. نعم. سواء كان العلوي أو السفلي، وهدول معرضين إنه تصير عندهم التحسس والتحسس يصير دائم. بس صدقيني نرجع وبنحكي لنقطة رئيسية، إنه إحنا الأطفال هدول إذا بيتعالجوا بطريقة صح، يعني ما هو إحنا مع مين بتصير؟ مع الحالات المهملة. يعني إحنا الطفل بيمرض مرة ومرتين وثلاثة وبنصبر عليه ليطيب لحاله، أو بنجيب له دواء من الصيدلية وما بنعرف شو الدواء اللي جبناه. فبالتالي هذا لأنه ما عالجناه بطريقة صح. والشغلة الثانية إنه ما سمحنا للحساسية إنها تروح، اللي هي حساسية وقتية. يعني إحنا بنفهم الطفل صار عنده التهاب فيروسي في الحنجرة، في الحلق، أو في الجهاز التنفسي العلوي، ما نزلتش على صدره. هلا هذا راح يؤدي إلى تحسس، وبنلاحظ الطفل إنه مش مرتاح، نفسه مش مرتاح، وكل الطفل حتى مش مرتاح بسبب هذه الحساسية. هلا إحنا بنيجي بنعرضه لعامل محسس اللي هو أهم التدخين. هلا بالتالي الطفل شو كانها ما سمحنالوش انه يتشافى الجهاز التنفسي، فهون بنسبب انه تصير عندنا الحساسيه الدائمه. نعم. طب يعني كيف بدنا نميز دكتور اكرم انه هذا الطفل عنده حساسيه مش التهاب في الصدر مثلا؟ هلا الحساسيه شيء مزمن. هلا اول شيء احنا يعني الحساسيات بشكل عام عند الطفل تتكرر اكثر من مره. هلا يعني ممكن تكون من اول مره ويكون بده يحددها الطبيب. عاده علامات التهابات الجهاز التنفسي اللي بتكون مثلا متصاحب مع رشح، مع حراره حتى لو كانت خفيفه، مع اعياء في الجسم،
يعني في علامات انه في عندنا التهابات فيروسيه او بكتيريه. غالبا الاطفال اللي بيعاني من تحسس تجي مفاجئه، يعني مثلا طفل بكون قاعد ومرتاح ما بتعتبره اللي هو بسيريل هاس، ليش؟ تعرض لبخار، تعرض لمثلا حتى الاطفال بتوصل انه اذا ضحك ضحكه شديده او اذا مشى شويه او اذا بذل جهد انه يتخيل الطفل يضحك مثلا بشده انه يخنق. هلا هاي علامات حساسيه اللي هي بتجي مفاجئه، وهون الاهل حتى ممكن انهم يميزوها ويتصرفوا بالوقت المناسب. بينما الاطفال اللي مثلا تيجي مثلا طفل والله بلش عنده حراره، الحساسيه ما بتعمل حراره عاليه، لا، فبالتالي هذا تكون معناها متعارضه مع الحساسيه بتكون نتيجه التهابات سواء فيروسيه او بكتيريه في الجهاز التنفسي. نعم، طب دكتور بالنسبه للعلاج، يعني انت ذكرت نقطه مهمه انه اذا ما تم العلاج سيتم التخلص من هذه الحساسيه حتى وان كانت مؤقته، وبالتاكيد متابعه العلاج يساهم في التخلص من هذه الحساسيه بشكل اسرع، لا ان ننتظر طويلا على هذا الطفل، ولربما يتم التخبط في اعطاء ادويه متنوعه هنا وهناك وعدم معرفه الطرق الصحيحه والسليمه. تمام ستنا، لو بدنا نختصر الحكي من كل اللي حكيت فيه اهم كلمه متابعه اللي هي احنا عاده بنغفل عنها. بتعرف الناس يعني سبحان الله، يعني اول شيء بيزهقوا، يعني بيروحوا مره ومرتين على الدكتور بيزهقوا بيصيروا هم يعطوا الدواء لحالهم، او كثير من الناس مثلا بيعتبروا انه فيش امكانيات انهم يعالجوا الولد امكانيات ماديه، رغم انه احنا في فلسطين بالذات الحمد لله يعني وزاره الصحه سواء في العيادات في المستشفيات اي طوارئ مستشفى بامكاننا 24 ساعه نروح عليها. فما في داعي نتذرع بانه والله ما فيش مصاري او طفرانين الاهل او اللي هو يعني او معناش نجيب مثلا كشفيه الدكتور او حتى الدواء، لانه الحمد لله وزاره الصحه موفرت لنا العلاج. هلا احنا مشكلتنا في المتابعه، يعني هاي حالات الازمه او الحساسيه المزمنه زمان كانت تربكنا وحتى علاجها ما كان سهل. ايامنا الحاليه الادويه تطورت، حتى الادويه معظمها صار امن، اعراض جانبيه خفيفه يعني الحمد لله يعني بكل بساطه بنعالجها، اللهم انه بدنا متابعه خطوه بخطوه مع الولد. يعني احنا بنحكي عن مرض صار مزمن، هلا يعني اول شيء الامراض العارضه، الطفل صار عنده التهابات عارضه بدنا نعالجها، ما بدنا نصبر عليها لتنزل على رئتين الطفل ولا على القصبات وبعدين نقعد نعالجها بدل ما نعالجها بيومين او نعالجها ببخاخ ماء بحر، دواء خاص مثلا بالتحسس بسيط، نصير بدنا والله ادويه بالمستشفى وبالوريد وتبخيرات اشد واقوى. هلا الفكره في الموضوع المتابعه المبكره والمتابعه الحثيثه مع الطبيب مشان انه تعدي هاي الفتره وما يصير عندنا ازمه دائمه عند الطفل. نعم، اجمالا يعني كما ذكرنا قبل قليل ان المتابعه مهمه جدا في هذا الموضوع ويجب عدم الاغفال، بالاضافه الى ان الابتعاد عن اي من المثيرات لهذه الحساسيه بالنسبه لهذا الطفل، وبالتاكيد نتمنى السلامه كل السلامه لكل الاطفال. تفضل دكتور، تفضل. بس ننوه هنا ستنا، هلا بالنسبه للتدخين اللي هو هذا القاتم في موضوعنا، نعم. هلا كثير من الاهالي بيعتبروا انه اذا دخن في غرفه ثانيه او بعيد عن الطفل انه ما بيوصلوا. احنا اللي بننصح فيه انه ما يكون في دخان تحت سقف المنزل كامل. حتى لو كان مثلا بيت مدخن فيه الصبح الطفل اذا فاته المساء بيتاذى. فبننتبه لهي النقطه، كثير من الاهالي بتسالي وبحكي لك لا والله ما بتعرضش لدخان، بتطلع كل العيله بتدخن بس كان في الصالون والولد في غرفه النوم، طبعا الولد رايح جاي على الصاله يعني على اساس بيبعدوا، او في ناس لما بده يبوس الولد بحط السيجاره ورا ظهره وبيجي وبوسه وبيعتبر انه هيك خلص هو حمى الطفل من سيجارته، لا. صحيح. الدخان يعني بعم في البيت 24 ساعه، سيجاره واحده تلوته حتى لو كل شبابيك البيت مفتوحه. إجمالا هذه نصائح مهمة جدا للوقاية من نوبات الحساسية، حساسية الصدر لدى الأطفال، مهم جدا إجراء أيضا الفحوصات بين الفينة والأخرى لهؤلاء الأطفال والمراجعة، مراجعة الطبيب وذوي الاختصاص. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أكرم سعادة أخصائي أطفال وحديثي الولادة على هذه المداخلة، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم.